إن حسن الخلق يتكون من ثلاث مراتب، أولها كف الأذى، لسانك يدك لا تذكر بها ولا تؤذي بها مؤمنا، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظ بعض الناس سيارته فيها عجرة ومشعاب، وين رايح أنت؟ رايح حرب؟ إلى أين أنت تريد الشيطان أن ينزغ بينك وبين إخوانك ثم تبدأ تؤذي الناس بيدك؟ وبعض الناس من يوم يركب سيء خلق، حسبي الله، سود الله، لعن الله، يشتم الناس، اللي يلف عليه واللي يوقف عليه الله يقطعه، الله ياخذ، الله يجعلها بوجهك. إذا كف الأذى أول خصلة من خصال حسن الخلق الذي يبلغ الجنة، أن تكف أذاك، يدك، لسانك، بل حتى قلبك لا تفكر في المسلمين سوء ظن. ليه ما رد عليك في الجوال؟ طيب يمكننا في دورة المياه، يمكن ما هو عند الجوال، إبليس ايش يقول؟ لا شايف الرقمك بس ما يبغى يرد عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني من أركان حسن الخلق بذل الندى. المؤمن صاحب الخلق الحسن يؤلمه جراح أمته ويؤلمه المحاويج من أمته، ويدمع عينه دمعة اليتيم، ويرحم الضعيف، ويفرج كربة المكروب وما قدر يفرجها نفسها. وهذا المؤمن يشفع لهذا، يرحم هذا، يقرض هذا، يكرم هذا، يبذل الندى. ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا، ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا. آخر ركن من أركان حسن الخلق طلاقة الوجه. وإذا شفت واحدا مكشر، حتى لو أقسم لك بالله وقالوا لك هذا طيبنا، قل له من محمد بن عبد الله أنه ليس من أطيبنا. أتدري لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن طلاقة الوجه من علامات حسن الخلق، والطلاقة الوجه صدقة. فإذا كشر الوجه دليل على أن القلب ما هو بنظيف، وإذا انطلق الوجه دليل على أن القلب طاهر. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، وآت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.